موجز السادسة مساء من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. وأوضح متحدث الرئاسة أن جولة الرئيس السيسي تضمنت تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد، فضلا عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات، إلى جانب المراحل النهائية من محور دكتورة سميرة موسى الرابط بين حي الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة. غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المبارك التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وضمت البعثة عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة في هذا الإطار من ضبط 151 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 291 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة، كما تم ضبط قرابة 58 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة في مجال حجب السلع الاستراتيجية. كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط أكثر من 81 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 76 طن سلع غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. كما ضبطت الوزارة أكثر من 65 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء. وفيما يتعلق بالخبز، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 366 قضية، من بينها 50 قضية خبز ناقص الوزن و67 قضية خبز غير مطابق للمواصفات بمضبوطات بلغت أكثر من 76 طن دقيق في مجال قضايا المخابز. انتهى موجز الأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.